الأعشى صناجة العرب. هو ميمون بن قيس بن جندل الملقب بالأعشى لضعف بصره، من شعراء الطبقة الأولى في الجاهلية وأحد أصحاب المعلقات. وسمي الأعشى بصناجة العرب لجودة شعره ولكثرة ما ينشد ويتغنى به. وقد سئل يونس النحوي: من أشعر الناس؟ فقال: لا أومئ إلى رجل بعينه، ولكني أقول: امرئ القيس إذا غضب، والنابغة إذا رهب، وزهير إذا رغب، والأعشى إذا طرب. قال الأعشى في لاميته من بحر البسيط. ودع هريرة إن الركب مرتحل، وهل تطيق وداعا أيها الرجل؟ غراء فرعاء مصقول عوارضها، تمشي الهوينا كما يمشي الوجل الوحل، كأن مشيتها من بيت جارتها، مر السحابة لا ريث ولا عجل، تسمع للحلي وسواسا إذا انصرفت، كما استعان بريح عشرق زجل، ليست كمن يكره الجيران طلعتها، ولا تراها لسر الجار تختتل. يا من يرى عارضا قد بت أرقبه، كأنما البرق في حافاته الشعل، كناطح صخرة يوما ليفلقها، فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل. نحن الفوارس يوم الحنو ضاحية، جنبي فطيمة لا ميل ولا عزل، قالوا الركوب فقلنا تلك عادتنا، أو تنزلون فإنا معشر النزل.